حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال سالت ابا سلمه اي القران انزل اول فقال يا ايها المدثر فقلت انبئت انه اقرا باسم ربك الذي خلق فقال ابو سلمه سالت جابر بن عبد الله اي القران انزل اول فقال يا ايها المدثر فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت، فاستبطنت الوادي، فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي، وعن يميني وعن شمالي، فاذا هو جالس على كرسي بين السماء والارض فاتيت خديجه فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وانزل علي يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر